بسم الله الرحمن الرحيم. هنا برضو هننتقل ايه ان احنا نوصف الليجن اللي هي موجوده في الاكزيال سي تي برين، وادي اكزيال فلير وتي 2 ام ار اي. هنقول ايه في السي تي الاول؟ ويل ديفايند لارج، ويل ديفايند انترا فنتريكولار سوليد سبيس اوكيوباينج ليجن شونج مالتيبل كالسيفيك فوساي with small central areas of cystic degeneration being attached to the septum pellucidum. Such lesion cause mild dilatation of both lateral ventricles. وبعدين it measures about مثلا 6 times 3 سنتيمتر in cross section diameters. ننتقل هنا بقى للبرين. هنوصف اول حاجه الجزء الاول بتاعنا من الليجن ويل ديفايند. هنا مثلا رايت سايدد انترا فنتريكولار سبيس اوكيوباينج ليجن بينج اتاتشد تو ذا سيبتم باللوسيدم ات از سوليد ان نيتشر شوينج سمول سيجنال فويد فوساي اوف كالسيفيكيشن with secondary mild hydrocephalic changes. It measures about مثلا 5 times 3 سنتيمتر in cross section diameters. هنا نفس الكلام a large well defined intraventricular solid space occupying lesion attached to the septum pellucidum being solid in nature with small areas of cystic degeneration and breakdown multiple calcific foci signal void calcific foci are noted. It presents مثلا bright T2 intermediate T2 bright flare and measures about مثلا 6 times 4 سنتيمتر in cross section diameters. Lesion بهذا الشكل في lateral ventricle بغالبا aged 30 years old ماسكه في السبتم باللوسدم فيها cystic degeneration وبريك داون وفيها كالسيفيكيشن. ليجن بهذا الشكل كاركترستيك طبعا اوف سنترال نيوروسايتوما. ما ننساش نقول انها عامله سكندري مايلد هيدروكيفاليك تشينجز. ما ننساش برضو نقول لو في مثلا هنا مالتيبل فوساي اوف هاي فلير سيجنال اللي هي لاكونار انفاركشنز او مثلا دي مايلينيتنج فوساي حسب بقى نشوف. فدي كيس اوف سنترال نيوروسايتوما. شفنا ازاي وصفناها في السي تي، شفنا ازاي وصفناها في الام ار اي. شكرا لكم.